مساء الخير عليكم، وأهلا بيكم في فيديو جديد في قناتنا. أنا عماد خليل، وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم على واحدة من الأوبشنز الحلوة في الإكسل، اللي هي إن أنت تقدر تعمل فور، تقدر بيها تدخل البيانات بتاعتك على أي ملف ومنتهى السهولة، وكمان تقدر تشيل بيانات أو تضيف بيانات وتدور على بيانات زي ما أنت شايف كده هو. كل الحاجات دي هنتعلمها بمنتهى البساطة في الفيديو بتاع النهاردة، يلا بينا. طبعا يبقى عندك الجدول بتاعك اللي فيه البيانات بتاعتك العادية كده هو، وبعد كده تروح هتظلل عليه كله وتيجي تدوس الاختصار اللي هو Ctrl T عشان تحول الجدول لتيبل، عشان تسهل عليك شغل على الفور اللي انت المفروض هتستخدمها بعد كده، وتدوس اوكي. هيتحول معاك الجدول كده. طبعا زي ما انت عارف التيبلز في اشكال كتيره ليها وفي امكانيات كتيره قوي، وبالمناسبه لو شفت الفيديو اللي اللينك بتاعته ظهر دلوقتي تقدر تعرف حاجات كتيره قوي عن التيبلز، الجداول في الاكسل وامكانياتها الرهيبه. نكمل الفيديو بتاعنا بقى. لما عملت التيبل كده اهوت، بتيجي عايز تظهر الفورم. طب انا هظهر الفورم ازاي وهي من الحاجات المخفيه في الاكسل؟ هاجي كده اهوت فوق عند العلامه ديت، بعد كده نيجي على كلمه مور كومنتس، دي يعني اوامر اخرى او اوامر زياده. هنلاقي الويندو ديت كلها فتحت، هتيجي من هنا وتروح جاي على اول كومنتس كل الاوامر، وبعد كده تبدا تنزل تدور على كلمه فورم. طبعا هي الفابيتيكال، فاول ما تنزل كده عند الاف تركز قوي هتلاقي ادي كلمه فورم اهي، وبعد كده اهوت تدوس اد هتلاقيها اترمت في اليمين. وطبعا دي كلها اوبشنز انا بستخدمها، هنتكلم فيها في فيديو تاني قد ايه اهميه ان الاوبشنز دي تبقى متاحه ليك كشورت كات كده هو، تقدر تدوس عليها وقت ما تعوزها. ثم بعد كده بتدوس اوكي، فبتلاقيه ظهر لك هنا جنب الحاجات التانيه اللي انا بستخدمها اهو موجود هنا. وانت دايس بقى على الجدول بتاعك، لو انت كنت واقف هنا اهو وحبيت تدوس كده هيديك ايرور، لازم تبقى دايس جوه الجدول بتاعك. وبعد كده تروح دايس على الداتا انتري، هتلاقي زي ما انت شايف كده اهو بقى عندك داتا انتري اللي هو الويندو اللي بتظهر تقدر تدخل فيها البيانات. تقدر مثلا ده رقم واحد، فانا دلوقتي رقم واحد انا مش عايزه هعمله كده، فهيقول لي ان انت هتدلت الدوت. اهو دي كده ديليتد، رقم واحد اتمسح زي ما احنا شايفين في الجدول. ولو انا دلوقتي عايز مثلا اجي اعمل نيو، فمثلا هكتب واحد الاسم بقى، نكتب كريم. بعد ما ملينا البيانات بتاعتنا بتيجي تروح دايس على كلمة نيو كده اهو، هتلاقي اتسجلت اهي تحت زي ما انت شايف بمنتهى البساطة. فدي كل فكرة الفيديو يا جماعة، ازاي ان انت تعمل وتظهر الفورم دي وتقدر بيها تدخل بيانات بشكل بسيط جدا على الاكسل. ده كان كل حاجة في الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة، هو بسيط جدا بس اوبشن اللي احنا اتعلمناه اكيد اكيد ممكن يفيد ناس كتير، ان انت ازاي تدخل البيانات من خلال ويندو كده هوت لادخال البيانات. ويا ريت يا جماعة لو استفدت من الفيديو وعجبك تعمل لي لايك، وكمان لو كنت لسه مش عامل لي سبسكرايب تدوس على طول على زرار الاشتراك في القناة، وكمان يا ريت تفعل زرار الكل عشان يجيلك كل جديد عشان تستفيد بكل الفيديوهات اللي منها لو انت عايز تتعلم في الاكسل او الاوفيس عامة. وفي الشرح تحت هسيب لكم لينك للملف دوت لو حد حب ان هو يستخدمه او يجرب عليه بنفسه. وكمان في الشرح هتلاقي لينكات لكل الفيديوهات بتاعتي هتستفيد منها جدا، وبشكركم على وقتكم يا جماعة. سلام.